خالد بالتاكيد اذا بغينا نتكلم عن ترند اليوم اكيد حيكون عن ايش؟ عن الاختبارات. عن الاختبارات الايام هذه، واكيد في مجموعه من التغريدات اما عن اشياء تتعلق في الاختبارات اللي تمت اليوم او كذلك عن مواقف او توجيهات تحصل داخل الاختبارات. نبدا بالاول عبد الرحمن. عبد الرحمن كتب في تغريده له يقول يوم رائع جدا في مدارسنا ونحن نشاهد ابائنا في المراحل الابتدائيه على مقاعد اختبارات ابنائنا يقصد توقع يؤدونها بشغف وهمه عاليه تنبئ بمستقبل زاهر ومشرق لتعليمنا بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل قيادتنا الرشيده والحكيمه التي عادت الطالب الورقه والقلم والسؤال والجواب من جديد ووضعته في مساره الصحيح. وهذا تعليقا لقرار اللي هو مرحله ابتدائيه. ريهام خالد قالت في تغريده كذلك على ذات الوسم تقول اللهم وفق الطلاب والطالبات في اختباراتهم وانير بالعلم بصائرهم واكتب لهم النجاح والفلاح في الدنيا والاخره وحقق آمالهم وآمالنا فيهم يا رب. آمين يا رب. هنا تغريدة عبد الله العتيبي يقول في تغريدته يقول أبناءنا فلذات أكبادنا هم عمال المستقبل بإذن الله، تعبوا واجتهدوا معهم ومعهم أسرهم أيضا، والحمد لله اليوم يتوج هذا المجهود بالنجاح للجميع. إن شاء الله هم أمانة بعناقنا جميعا، الحرص عليهم أيضا بعد انتهاء الاختبار ومرافقتهم للمنزل حماية لهم من مخاطر الطرق والشياطين. حمدان كذلك في تغريدة يقول مع كل موسم اختبارات تعود بنا الذاكرة إلى أيام دراسية جميلة وزملاء أعزاء ومعلمين ومحاضرين أفاضل. أكيد لها ذكريات أكيد. صح أنها فيها رهبة لكن بالتأكيد تتذكرها، ستبقى عالقة وجميلة أكيد لكل من مر على هالمرحلة مراحل الاختبارات عموما. أيضا هنا تغريدة لسعد يقول مني اجتهاد وسعي في مناكبها ومنك يا رب توفيق وتيسير يا رب. آخر تغريدة معنا الابتسام تقول هذه الأسابيع التي تقضيها منعزلاً بغرفتك مستجلباً عقلك ومتوسداً كتبك تاركاً أقرانك وهاجراً لأحبابك ساعياً وراء حلمك، تأكد يا صاحبي نعم بأنها لن تضيع سدى بل إنها ستبني مستقبلك بإذن الله.